أهلا وسهلا بالإخوان، سمحوا لي على البارح اللي كنت شوية كما تقولوا باللغة المغربية أندر ذا ودع، والحمد لله اليوم خرجت تمشى على رجليا، وانا دابا غادي غير باش نقول لكم راني شويه الحمد لله التنفس ارجع شي شويه لبلاصتو. رغم هذاك الشيء دزت الكلوب اخذت واحد المشروبات يقولوا لها فودكا كوكتيل ديال باشن فروت وديال اكسبريسو، هادي مشروبة يلا جات للسوق. وانا المهمة ديالي ك بوبليكان مشيت خت كاس الواحد دقتهم، ايوا دابا انا غادي راجع للدار ديالي. قالوا لي الناس في كوفيد، علاش نجاوبوهم؟ ما نظنش، لانني الحمد لله راني ماشي بخير وعلى خير، غير خير وبخير، فهمتي؟ فلهذا بالله باش نطول معاكم الكلام، انتم هذه المدرسة الابتدائية فين قراو لالي كاثوليك سكول، شتي هي هذيك راهي ما بعيداش على الدار. ايوا انتم تشوفوا دابا حنايا في هذه الزنقة الكبيرة اللي ورايا، ايوا غادي نتمشى. اليوم كان نهار زوين، كان الشمس وكان كلشي مليح. ايوا تمشيت على رجليا شي شوية. ايوا دابا انا غادي على رجليا، ماشي في الطوموبيلة، غنوريكم رجليا من بعد، فهمتي باش تشوفوني راني غادي على رجليا، باش ما تقولوش ليا عوج لكم عنكم. هذاك النهار ما عرفتش كيفاش وقع، وانت دابا ما عارفش، فهمتي ملي غنسد هذا الفيديو انتم زهركم، فهمتي اش غادي يوقع، ما عليناش. انتم كيفاش تشوفوا نهار زوين اليوم الحمد لله، وانا غادي على رجليا. بلا نشوف فين رجليا، ها هي رجليا شفتيهم، انا غادي على رجليا باش ما تقولش لي بانني تنكذب. كاين اللي تيمشي على الطوموبيل، كاين اللي تيمشي في الطوموبيله، كاين اللي تيمشي في البسكليطه. كاين اللي تيمشي في الفارغونيت تاع البوليس، ها مانيش دابا انا قلت لكم فين انايا، دابا غادي على رجليا بشوية عليا. ياكم ماشي زربانين، الا كنتو زربانين غنطفي هادشي ونمشي بحال هكا. هادو الناس يلاه شراو هاد الدار، زادو فيها شتي هما زادو فيها، وكيما تشوفو مكاين لا رملة، ولكن هنا هنا بدي شي حاجة ماشي بحال المغرب، دو مع مقدم لي خصك عليك البركاسة، هادي هي البركاسة اللي قلت لك، ماشي البركاسة هي هادي، فهمتي خصك عليك البركاسة باش دير فيها داكشي ديال شي ديال تريب داكشي، فهمتيها شتيها شتيها، هادي هي البركاسة اللي ما عمركم شتوها، هي البركاسة. الكابينة شتي الكابينة، راه هي كابينة، فهمتي باش مابقاش تصدعك يقولك اسمح لي غادي ندخل خرا في كابينتك، اش خرا عندي راح تقود خرا على برا، شي تيجيو معاهم الكابينه ديال ماشي تيجيبو معاهم السكافولديب واسمو هذاك السلم، السلم ماشي السلم ديال الوظيفه، سلم واحد جوج، لا لا داك السلم يطلع لي على رجليك، فهمتي كيفاش القضيه؟ ما فهمتيش وعم كرر. انتم تشوفوا انا غادي شتي هذا ما دابا شتي كيفاش الناس يبنيو، هاي تاني واحد خوته هو تيعمل ديكوراسيون في الدار ديالو، هو حاط بركاسه شتيها راهي غنوريها لكم،
ما نقدرش تخربق في الدار ديالك بلا بركاسة. داكشي عشت بالديور، الديور في اسمها ديك المدينة، ديك المدينة القديمة في الدار البيضاء، مع دابا غدوز تبشى الديور غادي يطيحو كاع دوك ليزيطاج لي سينا عليهم المقدمين ديال الماضي، المقدمين ولا القحاف تيسيني لي كنتي زيد إيطاج من الدار هدا مني تصب الشتا الأرض مكيناش الفونداسيون، فهمتي مكينش الكاياس الكونكريت في الأرض باش يهز داك التقل ديال الدار، مع الما والشتا هداكشي تيهون والدار تريب وحكا سقطت منزل فوق رؤوسنا فوق رؤوسنا. أتاي شتي هو ديال البركاسة شتي هادي تقول باللغة العربية سكيب، هذا ما شتو هذا واجب ماشي تجيب تبني تلوح فاكين الزبل في الأرض تقود شكون نتايا؟ أنا على بوك وبول مقدم لي عطاك السوريان ها نقول لك ما تقول لي القيد تلقح لي أختي، أنا عندي أمك ودير أختك تايا معاك خليني نتكلم معاك الله يرحمك. أشنو هو أنا سكران؟ لا ما سكرانش، غير شربت شوية ديال الكوكتيل ودابا جاي على رجليا تنتبورد عليكم العيب فهمتي، وانتوما تتشوفو فهمتي ها نتايا ما كاين والو، ما كاين لا مول الكروسة لا الفراش لا والو، لا ديك مول ديتاي، بلا نشوف كاين شي مول ديتاي بعدا شي كارو نتكيفو قبل ما ندخلو الدار، حتى انا ممنوع عليا نكمل في الدار، ولقيت شي واحد يبيع داك الديتاي نشري معنا شي كارو نكملو عندخل الدار، ندخل الدار فين ندخل؟ ما عليناش ما لا فهمتي كيفاش القضية؟ هادو ولا تشوفو حنايا غادي نمشيو بلا نقلب لكم مع شوية الزبل، ما كاينش الزبل، حتى مول الحانوت ما كاينش، بدا نشوف شي مول الحانوت يشوف تدفع لي داك الطارو ديال الزبل ما كاينش، ما عندنا مول الحانوت لا والو، ماشي حنايا، أنت في حي سكني وجوب القحبة يحل لك مكازا ديال الصباط ولا تيخرازيت ولا حانوت، لا 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 لا. إلا كان السكن غادي يكون السكن وعاد تكون جهة ها فراس الزنقة تيعملو فيها الحانوت تيعملو فيها الفرماسيان تيعملو فيها مول دونا كباب كباب يعني في المغرب لا، أنت ساكن في الدار خمس سنين تيجي يشوي القحبة تيحلح لك حانوت تيشوي فيه دي لا لي علاش لأن مكاينش الإحترام ديال القانون. إوا الدولة اللي ما تحترمش القانون بلادهم تحترمو بلاد ما قاريش ما تيقريهمش في اسمي كتقول لي المدرسة المدرسة السكويلة ما تيقريهمش، فلهذا تيكونوا جاهلين. داير نعمل المقالة في ودني باش نبقى نتكلم معاكم فين هي هاك هنا هي فهمتي كيفاش؟ إوا داكشي علاش فهمتي؟ راه الكلب شتي كلب شتي الكاراتي شتي داك الفوق لهاه، تما كاين الكاراتي كلب، وكاين الكلب ديال الكريكيت والركبي والبار شتي شتي راهو شتي بين الشجر بين الديور تما لهاه داخل هذاك هو الكاراتي كلب، ما عليناش أنا غادي دابا قربت ندخل الدار، اسمحوا لي إلا كثرت معاكم إلا كنا نقلب على الزبل باش نوريه لكم، إيوا إلا ما كاينش الزبل شنو ندير الزبل؟ ما لقيتش الزبل غادي نقول لكم سيروا للبرلمان وتلقاو الزبل عام البرلمان عام الزبل، تما المزبلة المزبلة الكبيرة ديال المملكة المغربية. يكذبوا علينا يسحبونا حنا كوان الجميع كامبو جوج كامبوات والجمع كوان انا بقى عقليه ف اسمو النحو انا كامبو انت كامبو هما كوان سمحوا لي ندي وانت تشوف مابقاش عاقلها، أنا كامبو أنت كامبو هما كامبوات ونحن كوان، هي هذيك كنا قرينا في سموه
شو هذا صاحبي شرا هذي موترهوم شرا لولادو باش يديهم. شوف هاد الشجرة قداش ديالها شتيها، هادي خص يقطع مية شتي قداش خصني نحيدي لما ما كاين لا طبيعة لا ما طبيعة. دي عليكم صحابو ليمونة غنديكم تشوفو الناس يتبخرو في الكل داك الفولكينو. داك الفولكينو حتى لاس فيغاس مافيهاش الصحون، كاين غير داك الفولكينو تمشي تما تلوح الشر بيضا تحرق ليك تما. شتا ديك مونة غادي في الطوموبيلة ديالها غادية غادية ودير الحكا تما وهي تفيع تفرج علينا التلفزيون. ما شناش اش دارت، بقينا مشات تما لاحت الشراويطة تما حلم هاديك لاس فيغاس. عندهم داك الفولكينو العافية ديال العافية ديال التريسينتي، هي ماشي عافية غير تيديرو بحال العافية، ولكن دي كامبو تصيد ماشي بحال المغرب. شعلات العافية بداك واحد الدرب اسمو مولاي رشيد، عرفتي ما كاين لا وقاية لا مقدم لا والو. شكون طفى العافية؟ الأطفال ولاد الدرب. ولاد الدرب جاب الله عندهم تيو وطفوا العافية وسالات والوقاية ولا البومبيات مازال ما جاو إلى حدي الآن مازال ما جاو. كون ما كانش هما ديك العمارة كلها ديال السكن الاجتماعي كانت غتحرق. ولكن في المغرب ما عندناش هاد العقلية ولا هاد التربية، نشدو دوك الدراري ونعطيهم شي اسمو نشجعوهم نعطيهم شي ميدالية ولا شي حاجة. ما كايناش عندنا في المغرب تيقول لي شد داك ديال مك تفي العافية مالا الخدمة ديالك. ايوا هادي العقلية عندنا في المغرب. أما حنا كنا هنا في الإنجليز هادوك الدراري غيديهم لهنا ويعطيهم الميدايات ويعطيهم الفلوس هاو دوزو في التلفزيون ويشبعو فلوس. ملي في المغرب لا، تيجيك ولد القحبة المقدم والبومبي يقول اش دخلك الشبوقات. ايوا ودابا انا لحقت لداري وانتوما عاود نكركم شي ديك الشجرة هي ما نقطعهاش هاديك زوينة. علاش ما نقطعهاش؟ باش الجيران مابقاش يطلعو عليا ولد القحبة. ايوا انتوما شوفو النهار ودي حمر كل نهار يحمر شوية، انا غادي ندخل وانتوما تبقاو على برا. ايوا هو هذا وراك عاود نكرك